اسأل طبيبك، برنامج يعنى بتقديم الاستشارات الطبية ويجيب عن استفساراتكم الصحية. اسأل طبيبك. اسأل طبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم ويانا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. وفي مساء هذا الخميس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا كلها رحمة وسعادة وصحة ويا رب العالمين. أتمناكم مستمعين الكرام متابعة شيقة لبرنامج اسأل طبيبك، هذا البرنامج اللي يطلع عليكم تلك الخميس ونسلط الضوء على جانب من الجوانب الصحية اللي تهمكم وتهم صحتكم. في بداية هذا اللقاء لكم تحيات فريق العمل من الإخراج على الهواء عبدالله المزوجي ومن التنسيق محمد عزام، ولكم تحيات محدثتكم الدكتورة عبير النقدي من الإعداد والتقديم. ونستمر معكم مستمعين الكرام في برنامج اسأل طبيبك، لكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس، طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس، أحد يشكي معاه اللي خلق هالكون وكل شجع واحتسب أجرك من اللي واهبك عمرك، شجع واحتسب أجرك من اللي واهبك عمرك، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، وما يضر في يوم يختبر. اسأل طبيبك. أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، ورجعنا لكم من بعد الفاصل في حلقة هذا اليوم من برنامج اسأل طبيبك، ورحب مشاركاتكم ويانا عبر الهاتف على 600-551-221 ورسائل نصية على 3545 وحسابنا في تويتر وإنستغرام على @ADQuran. أعزائي المستمعين، إن العلاقة بين صحة الفم والأسنان وصحة الجسم ككل هي علاقة وطيدة بدون شك، فمن جهة تعتبر صحة الفم والأسنان جزء لا يتجزأ من الصحة العامة للإنسان، ومن جهة أخرى فإن تدهور صحة الفم من شأنه تعريض الجسم لأمراض عديدة كأمراض القلب والشرايين وضعفات السكري. عشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا اليوم نستضيف الدكتور محمود فوزي، طبيب أسنان مستشفى الإمارات التخصصي بمدينة دبي الطبية. حياك الله دكتور محمود. يا أهلا بك. أهلا بك بالسادة المستمعين. أهلا مرحبا فيك يا دكتور محمود، وإن شاء الله اليوم يعني بنحاول يعني يمكن نوضح الصورة أكثر لأهمية صحة الأسنان. يمكن معظم الناس يعني شايفين موضوع الأسنان مجرد أنه يعني شكل الأسنان والأشياء هاي، بس يعني أكيد موضوع الأسنان صراحة يعني أكبر بكثير من مجرد أنه يكون شكل أو مجرد أنه بس يعني بالضبط. فخلنا نبتدي أول شيء دكتور، يمكن يعني نتكلم بصفة عامة عن العلاقة بين صحة الأسنان والفم وصحة الجسم بصفة عامة.
طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا علاقة صحة الفم والجسد هي علاقة وفيدة جدا جدا بدون شك، يعني فإن صحة الفم جزء لا يتجزأ من الصحة العامة الإنسان طبعا. فيعني عند إهمال صحة الفم والأسنان وزيادة عدد البكتيريا بشكل كبير وترك التسوسات وكسور الأسنان وغيره، وخلاص يعني ما فيش ألم، خلاص ما نزورش طبيب الأسنان، دي طبعا مشكلة كبيرة جدا، لأن البكتيريا دي بطبيعة الحال الفم يوجد فيه البكتيريا النافعة وبكتيريا ضارة. فعند ترك وإهمال صحة الفم بتزداد بشكل كبير جدا جدا البكتيريا الضارة، وبتسبب مشاكل كتيرة جدا زي ما حضرتك تفضلتي، زي أمراض القلب والشرايين والتهابات بطانة القلب ويعني أمراض كتيرة جدا، بالذات المرضى اللي عندهم سكري، وفي إضافة كمان اللي هي خطر الولادة المبكرة ومشاكل الجهاز العظمي الهضمي، فمشاكل كتيرة جدا. يعني أشارت الأبحاث أن أمراض القلب وانسداد الأوعية الدموية والسكتة الدماغية كانت ترتبط بالتهابات والعدوى التي تسببها بكتيريا الفم بشكل كبير جدا. وكمان من الحاجات المنتشرة والمشهورة جدا التهابات بطانة القلب، هي عبارة عن عدوى تصيب بطانة القلب الداخلية، ويحدث عادة عندما تنتشر البكتيريا أو الجراثيم آتية من مناطق أخرى في الجسم نفسه، يعني بنسبة كبيرة جدا يعني عن طريق الفم، وبتحصل ده عن طريق مجرى الدم وتلتصق بالأجزاء الثالثة في القلب ويحدث التهابات بطانة القلب. وهي شائعة جدا جدا بالنسبة للناس اللي عندهم التهابات اللثوية، إن التهابات اللثوية لما بنتركها وتتطور بتعمل الجيوب اللثوية، وعن طريقها البكتيريا دي تنتشر عن طريق الأوعية الدموية إلى تصل إلى بطانة القلب، وبتعمل لنا مشاكل كتيرة جدا طبعا، وممكن تعمل انسداد للشرايين وغيره من ذلك. والله حقيقة دكتور يعني هاي النقطة جدا مهمة، صح؟ طبعا. فدي بالنسبة لل يعني الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان، وكمان في بعض الأمراض ممكن نكتشفها عن طريق الفم، زي مثلا مرضى السكري، زي مرضى اللي عندهم اللي هي الأمراض المناعية، كمان دي ممكن تظهر بشكل كبير جدا عن طريق الفم عند ظهور تقرحات أو الأمراض السرطانية أو غيره زي كده، نقدر نكتشفها كمان عن طريق الفم. فعشان كده هي علاقة وطيدة جدا جدا ما بين الجسد ككل والفم عامة تانية. وكمان عند المرأة الحامل، يعني أثبتت كمان بعض الدراسات كثيرة جدا للناس اللي عندهم المشاكل في دواعم الأسنان والولادة المبكرة وانخفاض وزن الجنين، انتشرت بشكل كبير جدا بسبب التهابات اللثوية. علشان كده ان احنا نهتم بصحة الفم والأسنان دي حاجة مهمة جدا جدا عشان نحافظ على صحة الجسد ككل. وكمان في نقطة مهمة جدا كمان، انه ممكن يؤثر على الإنسان بشكل كبير نفسيا كمان، لأن شكل الأسنان الأمامية وانتشار التسوسات، وطبعا ده بيؤثر كمان على طرق النطق السليم وجمالية الوجه واكتساب الثقة في النفس، مما يؤثر في حياته العملية والاجتماعية، ويؤثر كمان يعني حتى في حياته في العمل وفقده بنفسه، فهذا أكيد هيأثر عليه بشكل كبير. فهي بتؤثر على الجسد وعلى كمان الحياة بصفة عامة يعني. صحيح. فيمكن عشان شي دكتور دائما يعني دائما لازم بنلاحظ دائما مثلا أن أطباء الأسنان أو حتى مثلا طبيب الأسرة دائما بينصح المريض اللي عنده مثلا سكر أو عنده أي مرض مزمن، أنه أو يمكن هالشي حتى صار جزء من التقييم الدوري اللي دائما نسويه مثلا حق امراض السكر، الناس اللي عندهم سكر امراض مزمنه، انه لازم يتابع صفه دوريه مع طبيب الاسنان. لان مثل ما تفضلت يعني بالضبط، الناس يمكن ما يحطون في بالهم انه ممكن صح الاسنان بحد ذاتها او مشاكل الاسنان حتى تاثر على تنظيم السكر نفسه او تاثر على مرض السكر نفسه، يعني هي بالضبط. وخاصة مرضى السكري، لأن داء السكري نفسه يعني هو يقلل من مقاومة الجسم للعدوى، ويعرض الجسم نفسه لمشاكل كثيرة جدا، ويصعب السيطرة عليها في وجود نسبة السكر العالي
بشكل كبير جدا. يعني دايما بنشوف المرضى اللي بيجونا في العياده المصابين بالسكري عندهم دائما التهابات لثويه، وبتبقى دايما بشكل كبير مزمنه، وتؤدي بعد كده الى انحسار لثوي وفقد الاسنان بشكل كبير جدا. وكمان يعني لو مريض جالي مثلا عايز يعمل اي جراحه او عايز يعمل خلع ضرس او غيره، فاحنا لازم بنشوف نسبه السكر في الدم عامله ايه ونسبه الضغط طبعا. فالمرضى السكري لازم بشكل كبير جدا يهتموا بصحه اسنانهم، تنظيف الاسنان عند طبيب الاسنان كل 6 شهور، وزياره طبيب بشكل دوري لو شافوا حتى يعني تسوس حتى ولو صغير لازم يبداوا بيه، لازم يبداوا في الشغل، لاني لو تطور الامر الى فقد الاسنان هتبقى يعني هتعرضوا لمشاكل كبيره جدا. حتى لو كانوا بيفكروا في يوم من الايام ان هم يعملوا زراعه او تركيب او غيره، كمان ده هيأثر عليهم، لان نسبه السكر لو ارتفعت في الدم مش هنقدر نعمل الجراحات، او هتأثر على نسبه النجاح بتاعه الجراحات بشكل كبير جدا جدا. وايضا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، التهابات اللثه نفسها كمان اثبتت الدراسات ان هي بتؤثر على الجهاز المناعي، فبتؤثر على زياده نسبه السكر في الدم، فيصعب السيطره عليه حتى مهما ياخد انسولين او ياخد او بياخد تابلت او غيره، كمان هيصعب السيطره عليه. فعشان كده لازم التشيك الدوري عن طبيب الاسنان كل 6 شهور، ويمكن هو ده اهم خطوه في متابعه الصحه العامه للفم يعني. صحيح. وبعد مثل ما تفضلت دكتور، يعني الناس بعد اللي عندهم سكر يكون عندهم التئام الجروح بعد يكون ابطا، يعني حتى لو الواحد بغى يسوي طبعا بعدين يعني اي بروسيجر او اي عمليه او شيء في الاسنان، بعد بيكون التئامها صعب، وبالهاشه بيعرضهم للالتهابات اكثر بعد. مضبوط، وبتأثر على نسبة نجاح البروسيجر عامة، أي بروسيجر يعملوها هيتأثر على نسبة النجاح بشكل كبير جدا. صح صحيح. دكتور، دام أنه يمكن دخلنا موضوع الفحص الدوري، يمكن لو ننتقل لها النقطة قبل ما نتكلم عن المواضيع الثانية اللي تخص الأسنان، الفحص الدوري بصفة عامة للأشخاص، خلينا نقول يمكن بنقسمها للأشخاص الكبار اللي هم مثلا اللي ما عندهم أي مشاكل صحية بصفة عامة، والناس اللي عندهم مشاكل صحية، الناس الصحيين اللي ما عندهم أي مشاكل صحية بصفة عامة، كل كم تنصحونهم يسوون تشيك عام للأسنان؟ عامة كل 6 شهور من يعني بالطبيعي المفروض، أو خلينا نقول في السنة مرة، يعني ده بالكثير جدا جدا في السنة مرة لازم زيارة طبيب الأسنان. يعني الزيارة البدري دي يعني فعلا بتبقى مهمة جدا جدا للمريض، يعني نبدأ نشوف التسوسات وهي في بدايتها تماما، قبل ما يوصل يضطر أنه يعمل علاجات عصب، أو ما قبل ما يحصل له كسور الأسنان ويضطر يعمل تركيبات أو تلبيسات، أو كمان بتبقى يعني خلينا نتكلم حتى من الناحية المادية بتبقى أوفر له كتير جدا، يعني أنه يجيلي وأعمله تنظيف وأشوف أسنانه وتبقى أموره تمام، أو أعمله حشوة بسيطة أو يمشي، غير لما بيجي وأعمله علاج عصب، وبعد علاج عصب لا مضطر أنه يعمل تلبيس، أو لا قدر الله أجيه في وقت متأخر جدا، لاني تسوسات الاسنان دي بتبتدي من مرحله صغيره جدا، بتصيب بس طبقه المينا، وممكن لو تركناها شويه او اهملناها بتزيد، بتوصل لطبقه العاج، ومنها يبدا يحس المريض بشويه الم خفيف، او مع المايه البارده او مع المايه السخنه، وخلاص يبدا يعني يهمل الموضوع وما يزورش الطبيب. فجاه يحس بالم مستمر مؤلم جدا، ياخد مسكنات حتى ما يرتاحش بالمسكنات، ساعتها وصل للاعصاب، فساعتها بنضطر العلاجات، يعني جلسات تزيد عن طبيب الأسنان، فيبدأ يكره طبيب الأسنان أكثر، بقى إحنا مكروهين، فدي طبعا مشكلة كبيرة للأسف الدكتور. للأسف الشديد، يعني هو أول ما المريض بيجي كده يقعد على الكرسي يقول إحنا للأسف دكتور إحنا بنحبكوش. طب ليه؟ يعني الموضوع والله صدقني أبسط من كده، أنت لو زرتني والموضوع كان مجرد تسوس عندك هتحس إن أمورك تمام، وهتحس إن الأمور بسيطة وغير مؤلمة تماما، وهتحب إن زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري. فبطبيعة الحال أي شخص أنصحه إنه يزور طبيب الأسنان كل 6 شهور أو مينيمم في السنة مرة، علشان كمان التنظيف الدوري للجير، ان الجير ده هو عباره عن جراثيم وتراكمات او بقايا الاكل، فبيتراكم على اللثه، ويعني بيبقى بيئه ممتازه جدا للبكتيريا وانتشار البكتيريا،
فبتعمل مشاكل كثيرة جدا، منهم منها انتشار التسوسات، منهم منها الحصار اللثوي، الحصار للعظم، رائحة نفس كريهة، تصبغات على الأسنان، وتبقى شكل أسنان سيئة للغاية. فعلشان كده ما أنصح الناس الطبيعيين اللي ما عندهمش أي مشاكل صحية زيارة على الأقل مرة في السنة. أما بالنسبة للناس اللي عندهم كرونيك ديزيزز أو الأمراض المزمنة زي السكري وغيره، ياريت لو يزوروا طبيب الأسنان كل 6 شهور علشان يلحقوا أي مشكلة من أولها، لأن المشكلة الصغيرة معاهم للأسف بتبقى كبيرة وبتاخد وقت. صح، أكيد. ودائما بعد نحن يعني صراحة دكتور يعني هالشيء هذا يكون بعد يعني من المريض نفسه يكون متذكر لهذا، وبعد نحن يمكن خلينا نقول نوجه رسالة بعد للأطباء اللي هم اللي دائما يتابعون المرضى اللي عندهم سكر أو إنها أنهم بعد بدورهم يصحون المريض أنه يتابع يسأله مثلا متى آخر مرة سوى فحص لها ويذكره بهالأمور المهمة يعني إن شاء الله. بالنسبة للأطفال دكتور، يعني ما أعرف بالعادة نفس فترة الكبار يعني يكونونهم نفس الشيء تقريبا كل سنة يكونون. ريت هم أهم كمان الأطفال. الأطفال كمان أهم، لأن الأسنان اللبنية، لأن في السن الصغير للأسف بيصعب السيطرة شوية على الطفل، إنه صعب عليه شوية إنه يقعد على الكرسي ويستوعب إن الطبيب ده هيعمل له حاجة كويسة أو هيشيل له الألم اللي موجود أو غيره. فإحنا دايما في السن الصغير اللي هو خلينا نقول من بعد السنتين خلينا نزور طبيب الأسنان بشكل دوري. برضو لو شفنا أي تسوسات صغيرة نبدأ نلحقها، ممكن منحتاجش إبرة البنك، فساعتها الموضوع بيبقى بسيط جدا على الطفل. وكمان بيبقى عايزين نعدي الأيام أو نعدي السنين بقدر الإمكان وسنانه سليمة، علشان ما نضطرش إن إحنا إنه ندخل في قصة البنج الكلي أو نعمل له بروسيجر شوية أجريسيف عليه يكره الموضوع أو يجي له عقدة من موضوع الأسنان أو طبيب الأسنان بصفة عامة. فبالعكس بالنسبة للأطفال لازم يزوروا طبيب الأسنان كمان كل 6 شهور ويلحقوا أي مشاكل صغيرة قبل ما تكبر ونضطر نعمل مشاكل تانية، نعمل إجراءات أكبر يعني. دكتور يمكن يعني أنا ألاحظ هالملاحظة مرات الأهالي يقولونها أن محطين في بالهم أن الأسنان اللبنية يعني في النهاية هي بطيح يعني في مرحلة ما خاصة بطيح بيطلع غيرها، فأنا ليش أتعب عمري على الأسنان اللبنية؟ بالضبط دكتور، فشو ردك على هالتصريح؟ لا طبعا أنا طبعا بيجي لي يعني الكلام ده بيوصلني كتير جدا عن طريق المرضى، لكن طبعا دي معلومة خاطئة جدا، لأن يعني أهم فترة إنك تحافظ عليها على أسناننا وكل سن إن إحنا نشيله في معاده هي أسنان اللبنية. لأن لو يعني الموضوع بقى صعب واضطرينا إن إحنا نشيل سن لبني غير معاده، ده بيحصل لخبطه كامله في الاسنان، ويجي السن الدائم لما يجي يطلع من تحت ما يلاقيش مكان فيضطر يطلع من الجنب، فيحصل اعوجاج في الاسنان بشكل كبير، فيضطر بعدين بقى يعمل تقويم او يحس ان الفك بتاعه مش مظبوط، العظمه مش مظبوطه، فيعمل له مشاكل مستقبليه بشكل كبير. فمهم جدا ان احنا نحافظ على الاسنان اللبنيه كل سن يتفقد او نشيله في وقته الامثل. يعني نبتدي من الأسنان الأمامية السفلية، دائما الأسنان بتغير الأسنان الأمامية السفلية من 6 لـ7 شهور، بعدين بتبدأ من 7 لـ8 شهور الأسنان العلوية اللي هم السنتين اللي هم القواطع، وبعدين 7 لـ8 شهور أيضا الأسنان اللي جنب القواطع السفلية، بعدين بتبتدي الدروس تبدل من بداية من 10 سنوات. قبل كده ما بفضلش تماما إن احنا نشيل أي حاجة، إن هنضطر كمان نعمل سبيسمنت تينر أو حافظ مكان، يعني إجراءات كمان ممكن تبقى أجريسف على الطفل. فعلشان كده مهم جدا زيارة طبيب الأطفال والحفاظ على الأسنان اللبنية أكثر قدر ممكن، سواء ممكن نعمل لهم جلسات تنظيف، نعمل لهم جلسات فلورايد علشان نحافظ على على طبقة المينا، إن الفلورايد بيزود القوة بتاع طبقة المينا. فمهم جدا زيارة طبيب الأسنان ونحن نسمع نصيحة طبيب الأسنان. فيعني الملخص نقولهم ان حتى الاسنان اللبنيه اذا ما كانت صحيحه بتخرب على الاسنان الدائمه، فالحفاظ عليها اهميتها من اهميه الاسنان الدائمه.
مظبوط. دكتور، في عندنا سؤال على اللايف الانستغرام. الاخ تسال هل يجب او ضروري غسل الاسنان لمده دقيقتين؟ عن مده تغسيل الاسنان. مهم جدا طبعا، لان الاسنان بتبدا تستفيد، او الفلوريد الموجود في المعجون بيبدا نستفيد من المعجون او من فرشه الاسنان عامه تقريبا خلال دقيقتين. يعني ما بنفضلش ان اقل من دقيقتين. اولا فرشه، وظيفه فرشه الاسنان حاجتين لازم ناس كتير جدا تعرفهم. هي اولا تشيل بواقي الطعام الموجود ما بين الاسنان او على الاسنان من فوق، ودي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بنعمل مساج او بنعمل تحريك للدوره الدمويه في اللثه. يعني اللثه دي ان احنا نعمل لها مساج تحريك الدوره الدمويه، دي حاجه مهمه جدا عشان نمنع التهابات اللثويه الموجوده. فخلال تقريبا بتاخد دقيقتين، بس يمكن في دلوقتي اللي هي الفرش الالكترونيكس والكلام ده ممكن يعني ممكن قللت الوقت شويه، ممكن لمده دقيقه. بعض الفرش متقدمه شويه بتعمل فايبريشن فبتساعد الجم، وبتعمل الحركه بتاعتها مثلا كلوك وايز او كلوك وايز انتي كلوك وايز، فبتشيل الاكل كويس ما بين الاسنان. فدي ممكن لمده دقيقه فقط لا غير، يعني ما فيش فيها مشكله. اهم شيء انها تكون طريقه صحيحه وانها تمر على كل ال في دكتور سؤال نوعيه الفرش بعد، يعني دائما له يكون سؤال على موضوع افضل الواحد يستخدم فرشه ناعمه ولا فرشه خشنه. انتم من ناحيتكم عامه الموجود في الماركت فرشه ناعمه والميديوم والهارد. للأسف الشديد أنا 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 دايما أقول لمرضاي استخدموا الفرشة السوفت، دايما أقول الفرشة السوفت. لأن بالضبط لأن دي بتبقى بتعتمد على حسب طبيعة طبقة المينا الموجودة إيه. فممكن المريض يروح يختار، أو الشخص ممكن يروح يختار الفرشة الهارد اللي هي أو الناشفة يعني، أو الميديوم، وهو أسنانه لما تتحملش الفرشة دي فممكن يحصل له تآكل لطبقة المينا، فيبدأ يحس بتحسسات فتقلب الحفرة دي تقلب تسوسات، فما يعرفش يسيطر عليها. فإحنا دايما بننصح بفرشة ناعمة كافية جدا جدا جدا. يعني حتى لما بنصح بعض المرضى بيقول لا يا دكتور أنا بحس إن هي بتنظف، لأني ما يعني ما بسمعش صوتها كده وهي بتمسح في الأسنان وبحس إن الأسنان نظفت. فلا، الموضوع ده مش كده خالص. تنظيف الأسنان دي عملية يعني بسيطة جدا جدا، مش مطلوب منك ان انت تتحرك فرشة الاسنان بشكل سريع، ان انت تعمل تآكل، انك فعلا هتعمل تآكل لطبقة المينا، وده هتخش في مشاكل كبيرة جدا. الحركة تكون حركة دائرية على الاسنان كاملة، نطلع على اللثة وننزل بحيث نعمل مساج اللثة ونشيل طبقة البلاك من على الاسنان الخارجية فقط لا غير، مش عايزين اكتر من كده. لكن انك تسمع الصوت بتاع الاسنان فانت لازم تكون عارف انك ساعتها بتشيل طبقه المينا، فارجوك ما تعملهاش تاني. ارجوك لا تسمع صوت الحك هذا. بالظبط. تمام. يبقى عمليه نفسيه كبيره. هاي مشكله بتكون. دكتور، في عندنا على لايف الانستغرام دكتور خالد النمر يشكرك على النصائح الكافيه وال بخصوص الوافي بخصوص صحة الأسنان، بس عشان نوصل السكر يعني. شكرا جزيلا. الله يسلمك يا رب. دكتور، لو نتكلم شوية على تسوس الأسنان، يمكن هاي واحدة من الأشياء اللي يمكن أكثر الأسباب شيوعا بتخلي الناس تروح للطبيب الأسنان. يعني شو الأعراض غالبا اللي الناس يحسون فيها، أو شو الأشياء اللي تعرفهم أكثر لتسوس الأسنان؟ طيب، تسوس الأسنان دي من يمكن من دي من أكثر الأمراض المنتشرة حتى عالميا. يعني ناس كتيرة جدا بتعاني من موضوع تسوس الأسنان. يعني خلينا نعرف الأول إن طبيعة الحال زي ما قلت حياتك من شوية، يوجد في فم الإنسان بكتيريا ضارة وبكتيريا غير ضارة، ولكن عند الإهمال في نظافة الفم وتراكم بقايا الطعام والكربوهيدرات وخاصة السكريات، يعني هي تقريبا ده الغذاء المثالي بالنسبة للبكتيريا والجراثيم، بتزداد البكتيريا والجراثيم بشكل كبير جدا جدا. فالبكتيريا دي بتتحول إلى بكتيريا ضارة بتفرز بعض الأحماض. الأحماض دي بتعمل تأكلات على طبقة المينا الخارجية كويس، فدي بتظهر لنا كتسوس. بتبتدي ممكن يكون لون أصفر غامق،
أو يعني حتى ممكن حتى قبل ما يوصل لون الأصفر، يعني اللون الأفتح من الأصفر بتبتدي بيها، وبعدين مع تقدم الوقت بتزداد حتى تصل اللون الأسود. فخلينا الأول قبل ما نكمل في موضوع التسوس أعرف السادة المستمعين على إن السن بتكون من طبقة مينا بعدين عاج وبعدين بيوصل اللي هو اللب أو اللي هو العصب الداخلي جوه السن. فلما يعني لما بنهمل الحشوة اللي هو السوسة الصغيرة اللي موجودة دي اللي هي حلها مجرد حشوة صغيرة تتحط مكانها وخلاص، التسوس ده بيكون نشط جدا مع إهمال تنظيف الأسنان بيزداد بشكل كبير، بيوصل للعاج ومن العاج إلى اللب زي ما قلنا، وبعدين يبدأ المريض يشعر بالألم وبعدين يعمل علاج عصب. وكمان إهمال علاج العصب، إن في بعض الناس بتحسوا بألام فبيكتفوا بالمسكنات أو المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب ويسكتوا على كده. للأسف ده بيقلب بعدين إن العصب ده نفسه بيموت ويحصل تعفن للعصب وبيعمل صديد أو بكتيريا تحت الضلف وممكن يعمل تورمات وغيره، فبيزيد كمان البكتيريا بشكل كبير جدا. فالتسوسات دي لازم نلحقها دائما يعني في الأول علشان ما نضطرش نعمل إجراءات صعبة أو تبقى مؤلمة للمريض. تمام. فهاي أهم شيء يعني الكشف المبكر، خلينا نقول يمكن يعني الواحد يكون شيك أساسنا ما يوصل لمراحل يكون فيها العلاج أصعب أو يخف المضاعفات يمكن أكبر يعني. مزبوط. دكتور لو نتكلم عن بس في سؤال في الانستغرام هو يعني ما له علاقة بالتسوس بس أساسا ما نسأل الأسئلة. يسأل عن سبب وجود الدم بالفم، مرات يطلع دم مثلا مع تفريش الأسنان أو مثلا مع هذا، شو الأسباب يكون لها علاقة؟ طيب وجود الدم على طول مع تفريش الأسنان أو بيجي لي بعض المرضى بيقولوا بنصحى من النوم بنلاقي الدم على المخدة أو لما بيجي يتمضمض في أي وقت بيلاقي في دم نازل، ده علامة التهاب اللثة. التهاب اللثة دائما سببه عدم نظافة أو عدم تنظيف الأسنان عند طبيب الأسنان اللي هو المفروض يتعمل كل 6 شهور، اللي هو لتنظيف الجير اللي هو السبب الرئيسي لالتهابات الفم والأسنان. وكمان ده بيدل أن هو عدم العناية الكافية ليه بصحة الفم والأسنان عامة، يعني ما بيغسلش أسنانه بشكل مستمر. يعني كمان في بعض الناس مجرد ما بتغسل أسنانها بتلاقي الدم نازل فبيوقفوا لأنه بيخافوا أو ما بيحس إن هي عملية بالنسبة له غير مريحة إن في دم ينزل فبيوقفوا فعلا يعني. فأنا بقول للناس دي لا، لازم تستمر حتى لو في دم، بل بالعكس إن أنت تزود الغسيل في الأجزاء اللي فيها الدم ولكن بالطريقة المضبوطة بكل هدوء بالفرشة بدون ما تبقى أجريسيف أو بطريقة سريعة أو صعبة على الأسنان عشان تحرك الدورة الدموية في المكان وترجع تبقى صحية مرة تانية. وأول حاجة تفكر فيها أن أنت تزور طبيب الأسنان في أسرع وقت لعمل التنظيف. دكتور في يعني مثلا مرات يقولون اللي هي الغرغرة أو المضمضة للطبيب هاي ممكن تساعد الموضوع اللي ساهل، صحيح في فايدة منها؟ طبعا دي مهمه جدا. يعني دي اول حاجه بنعالج بيها الالتهابات اللثويه، بس لما بتزيد مثلا عن درجه معينه او ان هي تساعد ما بعد التنظيف. يعني لما بيجي لنا مريض عنده التهابات شديده جدا بسبب الجير ان هو تركه بشكل كبير جدا فبدا اللثه تكون طريه او تبقى اقل لمسه ليها بيبقى فيه دم بشكل كبير، فطبعا احنا ساعتها بنوصف المضمضه هي بعض المواد زي كلوروكسين وغيره علشان تعالج الالتهاب ده او عشان سرعه التئام الالتهاب اللي موجود. وده بالنسبه للمضمضه، بعض المضمضه اللي احنا بنوصفها، لكن في مضمضه ممكن نستخدمها بشكل يومي علشان نقلل اعداد البكتيريا في الفم، وهي منتشره في يعني في عامه في السوق بشكل كبير جدا. ممكن نستخدم المضمضه يوميا وانا انصح كل الناس تعمل كده، بس طبعا ما تكون خاليه من الكحول وخاليه من المواد اللي ممكن تعمل تصبغات بشكل يومي قبل النوم، هتقلل اعداد البكتيريا بشكل كبير جدا وتحافظ على الصحه دايما على اللثه دايما صحية. تمام. دكتور محمود نحن بنظهر بس فاصل قصير ان شاء الله بنكمل معاك حديثنا عن صحه الاسنان اليوم باذن الله. متابعينا الكرام ان شاء الله بنظهر فاصل الان ونرجع لكم.
لعل خير لعل خير لعل خير لعل خير وعسى بعد العسر تيسير لعل تيسير لعل خير تقربنا من ربنا تقربنا تجمعنا وحوالينا حبايبنا تقربنا من ربنا تقربنا تجمعنا وحوالينا حبايبنا ومدينا يدينا وتكاتفنا مدينا يدينا وتكاتفنا وأملنا بربنا دايم كبير لعل خير لعل خير اسأل طبيبك حياكم الله مستمعينا الكرام رجعناكم من بعد الفاصل في حلقة هذا اليوم من برنامج اسأل طبيبك ورحب مشاركاتكم ويانا عبر الهاتف على 600-551-221 ورسائل نصية على 3545 وحساب تويتر وإنستغرام على @ID قرآن ومستمرين معاكم اليوم حديثنا على صحة الأسنان مع الدكتور محمود فوزي طبيب أسنان بمستشفى الإمارات التخصصي بمدينة دبي الطبية. حياك الله مرة ثانية يا دكتور محمود. يا أهلا بكم. يا أهلا بكم. حياك الله دكتور. دكتور يمكن الحين تكلمنا عن الموضوع تسوس الأسنان قبل ما نطلع من الفاصل وحابين بعد ننتقل لموضوع يمكن بعد من المواضيع المنتشرة أو يمكن ناس وايد يعانون منها وفي منهم يمكن يحسون بإحراج أنهم هم يعني يتكلمون عن الموضوع اللي هو موضوع رائحة الفم الكريهة. تمام. يعني من وجهة نظركم من ناحية الأسنان دكتور بصفة عامة شو الأسباب اللي ممكن تسبب رائحة الفم الكريهة وكيف ممكن تعالجون هالموضوع؟ والله يعني هو فعلا رائحة الفم الكريهة دي مشكلة فعلا محرجة لناس كتيرة جدا جدا وفي ناس فعلا يعني بتضمنا في العيادة كأطباء أسنان وبتعاني يعني جاية بس تقول أنا عندي رائحة فم كريهة يعني خلينا نعرف نقول الأول إن رائحة الفم الكريهة دي ليها أسباب فموية أو أسباب مثلا جهازية أو لها علاقة بالجهاز التنفسي أو لها علاقة بالجهاز الهضمي يعني في بعض البكتيريا اللي بتظهر في المعدة وغيره بتعمل رائحة الفم الكريهة وفي الجهاز التنفسي نفس القصة لكن 70% من مسببات رائحة الفم الكريهة هي فموية يعني عدم العناية برضو بتنظيف الأسنان بشكل منتظم وتراكم جزيئات الطعام بين الأسنان وعلى اللسان بطبيعة حاله إن هو مليء بالتعرجات فده بيوفر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا اللي هي بتفرز رائحة الفم الكريهة بشكل كبير جدا وكمان طبعا من أهم الأسباب التهابات اللثة اللي هي يعني خلينا نتكلم عنها التهابات اللثة اللي بتسبب الجيوب اللثوية الجيوب اللثوية وانحصار اللثة فدي بيئة يعني بيئة قوية جدا بالنسبة لتكاثر البكتيريا ونعيش فيها بشكل كبير فبتعمل رائحة فم كريهة كمان التسوسات اللي احنا لسه متكلمين عنها التسوسات دي وجودها بتعمل زي نخور في طبقة البينة بيعيش فيها البكتيريا وبيكون فيها تراكم يعني لساعات بتكون التسوسات دي عميقة شوية بتبقى مليئة بالطعام فالطعام ده بيتعفن وبيعمل رائحة فم كريهة كمان في بعض الأسباب يعني ساعات بيجي لي المريض يقول لي دكتور أنا من ساعة ما عملت الجسر ده أو من ساعة ما عملت التلبيسة دي وأنا عندي رائحة نفس كريهة ساعات بتكون مش متركبة كويس أو مش مظبوطة بالضبط على السن فالأجزاء الجانبية أو تحت التلبيسة نفسها بيتراكم أعداد برضو كبيرة جدا من البكتيريا بتعمل رائحة فم كريهة والحاجة الأكثر انتشارا زي ما قلنا اللي هو اللسان بطبيعة الحال مليء بالتعرجات عليه فورمز كده بتكون طويلة وقصيرة كل واحد مختلف عن التاني بتبقى مليانة بالبكتيريا فبتعمل رائحة فم كريهة عشان كده دايما أنصح المريض لما بيجي بعد ما تغسل أسنانك في فرشة خاصة باللسان بس إن هو يعمل جرد لأسنان للسان علشان يحافظ عليه دايما يعني بلونه الأحمر العادي بتاعه
ونشيل المسببات رائحة الفم الكريهة تماما. يعني الحاجة كمان مهمة قوي جفاف الفم. الناس اللي بيعانوا عامة من جفاف الفم سواء ما بيشربوش مية كفاية خلال اليوم أو سواء بياخدوا بعض الأدوية اللي بتعمل أصلا جفاف وبتقلل إفرازات اللعاب. اللعاب اللي هو بطبيعة الحال سبحان الله اللي هو بيغسل الفم وبيغسل ما بين الأسنان. فزي مثلا بعض المسكنات بعض الحاجات اللي هي الأنتيهستامين بتقلل إفراز اللعاب بشكل كبير فبتعمل جفاف داخل الفم فده بيعمل رائحة فم كريهة. فمهم جدا جدا ان احنا نشرب المية بشكل كبير جدا. كمان منتش طبعا العادات الغير صحية كالتدخين وفي بعض وفي ناس في عاداتهم يعني في طبيعة اكلهم بشكل يومي التوم والبصل والاشياء دي كلها بتعمل طبعا رائحة فم كريهة. يمكن لاحظت الدكتور ما ادري اتوقع في علاقة يمكن بينهم بس يعني دائما الواحد ممكن ناس اللي يكونوا مركبين تقويم أو الناس اللي مثلاً مسوين اللي هو يعني أنواع فينير أو يعني أنواع اللي هي تبيض هاي في منهم مرات يشتكون من موضوع الرائحة الكريهة هاي لا علاقة بال طبعا علاقتها ان التقويم بطبيعة حاله ان هو اوريدي عبارة عن زي البريسز وفيها وايرز ماشي على الأسنان من بره فتنظيفه شوية بيكون صعب. يعني عايز حد فعلا يكون مهتم عشان يطلع من الموضوع بدون رائحة فم كريهة وبدون تسوسات كمان. يعني ناس كتير جدا بعد ما تعمل تقويم بيظهر عندهم التسوسات لانهم ما بيعتنوش في الفترة دي بشكل كبير بالتنظيف. بيبقى فيه فرش خاصة ان هي تقدر تنزل من تحت التقويم نفسه وما بين البريسز ان هي تغسل كويس ما بين يعني ما بين البراكتس والإلاستيك اللي متركب. فيعني انصحهم بالفرش الخاصة دي اللي بتكون موجودة متوفرة في كل مكان. وكمان المضمضة دايما المضمضة لكن المضمضة لا تغني عن التنظيف. يعني في ناس ساعات يقولك انا بعمل مضمضة يوميا بس بغسلش اسناني فلا انت كده كأنك ما بتعملش حاجة. لازم ننظف الاسنان كويس في الحالات بتاعة التقويم. الحالة الثانية اللي حضرتك اتكلمت عليها اللي هي الفينير. يعني في بعض الفينير زي ما قلت حضرتك زي ما ذكرت المثل المريض اللي جالي قال لي انا بعد ما ركبت التلبيسه دي حسيت بريحه فم كريهه. هي نفس القصه بالظبط. الفينير دي طبقه خارجيه بتركب على الاسنان من بره لو ما كانتش بالظبط متركبه على المكان اللي الدكتور برده ومش نازلة تحت اللسة عشان ما تعملش التهاب لسة فده مستحيل تعمل رائحة فم كريهة. يعني من الآخر لو معمول بطريقة مضبوطة والمريض نفسه بيعتني بتفريش الأسنان العادي وباستخدام الخيط السني. مهم جدا 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 استخدام الخيط السني لأن بطبيعة الحال فرشة الأسنان بتجيب تقريب يعني خلينا نقول إن السن عبارة عن 5 أسطح فرشة الأسنان بس بتجيب 3 لكن في عندنا ما بين الأسنان فرشة الأسنان للأسف ما بتقدرش توصل له فالخيط السني يوصل ما بين الأسنان فساعتها أظن يعني هيتم السيطرة على رائحة الفم الكريهة بشكل كبير كده. دكتور يعني زينك ذكرت موضوع خيط الأسنان لأن هذا بعد يمكن واحدة من الأشياء اللي أشوف أنها مهمة تنذكر بعد المستمعين. خيط الأسنان نفس الشيء لازم اللي هو يومياً الواحد يستخدمه صح؟ أقل شيء يعني زي ما قلت حضرتك الفرشة بس بتغسل 3 أسطح لكن في سطحين ما بيوصلش ليهم الفرشة تماما وصعب جدا انك توصل ليهم الفرشة. فالطريقة الوحيدة انك توصل للجزء ده هو الخيط السني لان في بعض الاكل او بعض انواع الاكل في فايبرز او بعض اللحوم او غيره كمان بتدخل ما بين الاسنان صعب جدا تطلع بالفرشة. فلازم الخيط السني يمسح الأسطح دي كويس عشان نبدأ محافظين على أسنان بدون تسوسات لأني بعد فترة بتلاقي المريض قالك أنا بغسل سناني بس أنا التسوسات دي جات لي منين. فدايما بتلاقي تسوسات عنده ظهرة من ما بين الأسنان ومجرد ما بنفتح السن أو بنبدأ في العلاج بنلاقي الأكل أو تراكمات الأكل من ما بين الأسنان موجود. دكتور يمكن هالسؤال أحب أسألك إياه صراحة يعني هو وايد بيسك بس بعد يعني دائما الناس كم مرة لازم يفرشون أسنانهم باليوم؟ نحن نعرف
ان مرتين بس فيهم يقولون لا اذا فرشت وايد اكثر عن مرتين بعد يضر الاسنان، فيهم يقولون لا يعني مرتين كفايه. كم تنصحون كم مره تنصحون؟ مظبوط مظبوط، هو كل حاجه فعلا زادت عن حدها بالذات مع الاسنان اكيد اكيد هتضر. يعني احنا بصي احنا بننصح بثلاث مرات في اليوم، لكن انا بعد مرضاين انت عارف على طول اليوم في الشغل او غيره، طبعا في بعض الناس اللي عندهم امكانيه ان انا اقول لهم خلاص خلي معاك فرشه اسنان في الشغل بعد ما تاخد وجبه الغداء ممكن تغسل اسنانك بعدها. وفي ناس بتبقى صعب عليهم القصه دي، فانا خلينا نقول اقل شيء مرتين. يعني لو صعب عليه الموضوع انه ياخد فرشه اسنان معاه في العمل، فممكن اقل شيء مرتين او واهمهم قبل النوم، لان فتره النوم دي بتبقى فتره الفم نفسه بيبقى جاف جدا. يعني طول يعني في فتره سكات او فتره ركود كامله فبيبقى جاف جدا، فساعتها ده بيبقى بيئه مناسبه للبكتيريا بشكل كبير. فتخيلي حد نام وفي بواقي اكل مثلا او سكريات او اي كان نوع الاكل وهو نايم لمدة السبع ساعات أو الثمان ساعات، فطبعا الأكل ده بيتحلل بيئة مناسبة جدا للبكتيريا إن هي تبدأ تفرز الأحماض بتاعتها وتبدأ تعمل تسوسات، وكمان بيصحى من النوم بريحة نفس كريهة جدا. فخلينا نقول أقل شيء مرتين، ويعني ما زدتش عن ثلاث مرات. ثلاث مرات كويس جدا لو فرشنا بالطريقة المضبوطة اللي احنا اتكلمنا عنها. تمام دكتور، خلينا نتكلم شوية على موضوع يعني شوية ندخل على موضوع يمكن تجميلي أكثر اللي هو تبييض الأسنان واصفرار الأسنان. يعني شو الأسباب الشائعة اللي ممكن تسبب اصفرار الأسنان، وشو الأشياء تستخدمونها بالعيادة غالبا حق تبييض الأسنان؟ طيب خلينا نقول فعلا الناس اللي بتعاني دايما من اصفرار الأسنان، هو اصفرار الأسنان ده عبارة عن تصبغ للأسنان بيغير لونها من اللون الطبيعي بتاعها الى لون الاصفر او البني او على حسب السبب اللي عامل له التصبغ بتاع الاسنان ده. فطبعا في اسباب عديده، يعني اولهم لازم نتكلم على عدم تنظيف الاسنان. ما لو في واحد ما بيستخدمش اصلا فرشة الاسنان وما بنظفش اسنانه وبيشرب شاي وقهوه وغيره وبياكل في الطبيعي بتاعه، اكيد اسنانه لونها هتتغير. ده اول، خلينا نتكلم فيه اول سبب. تاني سبب طبعا وهو مهم جدا التدخين. الناس اللي بيدخنوا سواء شيشه او سجاير تبغى او سجاير كمان الكترونيه، عشان الناس تقول لا انا بدخن سجائر الكترونيه او غيره، هو كله غلط. يعني هو كل يعني سواء اي نوع كان نوع من التدخين ده غلط، وبيعمل تصبغات بتظهر باللون الاصفر او اللون البني. كمان في بعض الماكولات والمشروبات اللي هي المليئه بالكافيين زي القهوه والشاي والمشروبات الغازيه كمان، دي بتعمل تصبغات بنيه او ممكن تعمل تصبغات كمان سودة على الاسنان. وفي بعض الاسباب بقى اللي هي بتبقى بسبب مثلا الادويه، يعني بعض الامهات اللي كانت بتاخد فتره الحمل مثلا بتاخد دواء زي دواء التيتراسايكلين مثلا، فده بيغير لون السن تماما، بيظهر باللون الرمادي او اللون الازرق. وكمان في بعض انواع الغسول اللي بنستخدمها اللي هي اللي فيها كلوراكسيدين، دي بتعمل تصبغات زي اللون الاصفر او اللون البني على الاسنان. طيب احنا بنعمل لها ايه في العياده؟ اولا بنعمل تنظيف الاسنان، التنظيف العادي اللي هو تنظيف الجير اللي اتكلمنا عليه، وكمان بنشيل التصبغات دي زي بنعمل له بولش، يعني بولش للاسنان، ونوصل لدرجه اللون بتاعه الطبيعي. لو بعض المرضى لا مش حابين لون الاسنان بتاعهم الطبيعي، سواء عندهم طبقه الانامل بتاعتهم ضعيفه فطبقه العاج شفه لبره عامله اللون الاصفر، فساعتها ممكن نستخدم التبييض. التبييض عامه نوعين، يا اما نوع بيتعمل عند طبيب الاسنان، يا اما نوع الثاني اللي بيتعمل في المنزل. اللي خلينا نتكلم عن اللي بيتعمل في المنزل سريعا، هو عباره عن قوالب بيتعمل كمان عند طبيب الاسنان، وفي ماده اللي هو الجل بتاع التبييض نفسه اللي هو اللي فيه الماده الرئيسيه للتبييض اللي هي الهيدروجين بيروكسيد، المريض بيحطه على في القوالب، ممكن بيستخدمه يوميا مثلا لمده نص ساعه لمده اسبوعين. النتيجه بتبقى بطيئه شويه، لكن التحسس بيبقى اقل تدريجيا، ممكن يزيد في الاخر خالص بعد ما نوصل لدرجه البياض. لكن النوع الاخر اللي هو بيتعمل عند طبيب الاسنان اللي هو سواء كان بالضوء او سواء كان بالليزر، يعني ده بتبقى جلسه لمده
لمدة ساعة. كمان بنستخدم فيها المادة الهيدروجين بيروكسيد، لكن المريض بيدخل بلون بيطلع بلون تاني تماما، يعني بيطلع تقريبا أفتح، ممكن نوصل لأفتح من درجة البياض دي تقريبا 3 أو 4 درجات. فهو ده بالنسبة لتبييض الأسنان. دكتور، في مثلا يعني فئات معينة يمكن لازم تكون شوي حذرة ما تستخدمها، لأنه اللي بي طبيب الأسنان أكيد بيكون طبعا طبيب الأسنان بيختار طبيعة تبييض الأسنان اللي تناسبه، أو بيشوف إذا هو يناسب أن الواحد يسوي له تبييض أسنان ولا لا. لكن إذا مثلا في ناس بيبدون مثلا بالمنزل بياخذون، في أنواع وايدة مثلا في السوبر ماركت أو في الهاي تكون موجودة، هل في نقاط معينة مثلا لازم يعني ينتبهون عليها أو يتحذرون منها، سواء يخصها مثلا بنوعية الجل؟ والله أنا بحذر منها كلها تقريبا، يعني أنا للأسف أنا بفضلش أي أنواع من أنواع التبييض اللي غير موجودة في عيادة الأسنان أو تاخدها من تحت إيد طبيب أسنان، لأن نسب الهيدروجين بيروكسيد فيها ممكن تختلف بشكل كبير، فبتعمل تحسسات دايمة. وأنا يعني جالي مرضى كتير كانوا بيستخدموا الشرائط المنتشرة في السوق عامة عشان تعمل تبييض، وبيجي لهم حساسية دائما للأسف الشديد. فممكن أو كمان عدم استخدامها بالشكل المضبوط، يعني أصلا التبييض أو كثرة التبييض هيعمل خشونة لطبقة المينا الخارجية، فده هيضرهم أكثر ما يفيدهم، هيعمل لهم تحسن بشكل كبير جدا، هيزود كمان الإسبرار بعد فترة مجرد ما بوقفوه، لأن طبقة المينا تبقى خشنة جدا، فمجرد شرب أيوة قهوة شاي أي حاجة بسيطة تتطبق تاني أسرع وأسرع. فأنا لا أفضل الأشياء دي بصراحة تماما. خلينا في التبييض اللي بتعامل عن طبيب الأسنان، وكمان ما يتعاملش أكثر من مرة في السنة، يعني بتعملش أكثر من كده، لأني كمان ده ممكن يعمل خشونة لطبقة المينا ويعمل له ضرر أكثر ما يفيده. الدكتور، يمكن حتى يعني أنا لاحظت يعني مثلا الواحد يوم يصير سوى تبييض قوالب حتى مثلا عن طريق طبيب الأسنان، دائما هو يكون في تفصيل يفصلون لك القالب على شكل أسنانك، لكن اللي يكون جاهز اللي هو مش عن طريق طبيب الأسنان غالبا يكون يعني قالب ثابت، فيمكن ما يناسب حتى يعني تشكيلة الأسنان، أو يمكن يعني يخليها بطريقة أن المادة بتأثر بالعكس، يعني ما بتكون قياسة صحة الأسنان، صح؟ اكزاكتلي بالظبط كده، لان القالب اللي موجود زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، اللي بيتعامل عن طبيب الاسنان بيتعامل على قد اسنان المريض بالظبط، يعني ما فيش حاجه زياده، بتصمم بحيث ان هو يجي على الاسنان وما يجيش على اللثه، لان ماده الهيدروجين بيروكسيد مجرد ما بتلمس اللثه بتعمل ضرر او بتعمل حرق للثه، فاستخدامها كمان بشكل مفرط ممكن يعمل يعني يضر اللثه بشكل كبير جدا، وده اللي موجود في السوق للاسف، اللي هو القوالب اللي موجوده مجرد بتحط الجل أو على حسب الطريقه بتاعتها كمان ممكن يلمس اللثه بتاعتها وممكن يضر اللثه بشكل كبير جدا. فانا بفضل يا اما ان تزور عن طبيب الاسنان، يا اما تعمل عن طبيب الاسنان نفسه، يا اما تعمل القوالب اللي طبيب الاسنان عاملها لك والجل اللي هو مديه لك، ده انسب حل لتبييض الاسنان. دكتور، ما شاء الله الوقت مر بسرعه، يعني ما جينا 5 دقائق بس لو نتكلم شويه، دامنا دخلنا موضوع تبييض الاسنان، يمكن احنا لاحظنا هالفتره وايد بتلاحظ دكتور الناس يعني على الفينير وعلى انواع اللي هي القوالب اللي تعطي يعني شكل الهوليوود سمايل هاي، خلينا نقول يعني هل في مثلا أنا أتوقع إن شاء الله شكلنا بخلي حلقة ثانية للموضوع التجميل أكثر، لكن هل في مثلا نصائح معينة عامة يعني تنصحها مثلا للناس قبل ما يطرقون لهذا النوع من التبييض، أو هل في مثلا أنواع معينة أنتوا دائما تنصحون فيها أكثر أنواع، شو الأشياء العامة اللي ممكن ننصح فيها المستمعين؟ والله أول حاجة أنصح بيها الناس، يعني لو أسنانك عاجباك على ما هي أرجوك خليها بدون ما تعمل برد الأسنان، بدون ما تعمل أي تغيير فيها، لأن الأسنان الطبيعية فعلا لا تعوض وشكل الأسنان الطبيعية لو أنت حافظت عليها من البداية فهي فعلا لا تعوض، بس اهتم بفرشة الأسنان، اهتم بالشكل العام، ما تديش فرصة للتسوس أن يسيطر على أسنانك، أن يبقى عندك حشوات كتيرة جدا قدام فتعمل لك شكل مش كويس أو شكل مش حلو أو كسور للأسنان، العادات الغير صحيحة مثلا في الأكل كمان لازم ناخد بالنا منها جدا عشان ما نحصلش كسور للأسنان الأمامية
تغير شكل الابتسامة بتاعتنا، أحافظ على أسناننا عامة من الخلع وغيره، لأني انحصار العظام كمان ممكن يغير في شكل الفك. لكن لو لجأنا إلى أن احنا نعمل فينير أو حاجة تجميلية لو كنا مضطرين ليها، كمثلا في بعض الناس عم تعمل تبييض بشكل كتير جدا، فخلاص يعني عايزة تعمل حاجة بيرمننت لأن عندها حشوات كتيرة جدا قدام مثلا، فالشكل مش حلو، كل شوية يعني تقريبا عمر الحشوة تقريبا في الأسنان الأمامية يمكن سنة ونص، فعايزة تعمل حاجة دائمة تخلي الشكل دائما كويس أو حلو، فممكن نلجأ للفينير. الفينير في أنواع، فيها طبعا لو المكان موثوق فيه أنواع كويسة جدا جدا والكواليتي بتاعتها كويس جدا، ما نمشيش وراء الإعلانات الموجودة كتيرة جدا بأسعار رخيصة جدا علشان نعمل فينير، وبعدين الفينير ده يعمل لنا مشاكل في اللثة ويعمل لنا ريحة نفس كريهة ويزود سوسات أكتر ما يعني تقريبا بيضر أكتر ما بيعالج أو ما بدي الغرض المطلوب. فلازم نكون واثقين جدا جدا في العيادة أو في الطبيب اللي احنا هنروح نعمل عنده عملية التجميل، وهم موجودين كتيرة جدا جدا في الدولة ما شاء الله، وبس يعني هي دي بس مش أكتر من كده، وما فيش فيها منها مشكلة لو احنا اضطرينا ليها، لكن لو قدرنا نحافظ على أسناننا الطبيعية هيبقى أفضل كتير طبعا. تمام، يعني كثر ما نقدر نحافظ على الطبيعي احسن. مضبوط طبعا طبعا. تمام دكتور، يعني يمكن لو نرجع بس نعطي خلينا نقول في آخر دقيقتين عندنا نعطي بس نصائح للمستمعين بصفة عامة، يعني من وجهة نظرك كطبيب أسنان، يعني من الأشياء اللي دائما تمر عليك، شو الأشياء العامة اللي حاب تنصح فيها المستمعين كملخص ممكن للموضوع الخاص؟ أنا يمكن هقول يعني حاجة مهمة جدا جدا اللي هي التغذية بصفة عامة بالنسبة للناس دي، يعني أو بالنسبة للإنسان عامة أو بالنسبة لينا كبشر مهمة جدا جدا، دي حاجة مهمة قوي قوي إن احنا نحافظ عليها أسناننا بعيدا عن التسوسات. يعني دائما أكل الغذاء المتوازن في نسبة السكريات والحموضة زي الخضار والفاكهة والمليئة بالفيتامين المهمة جدا لينا زي فيتامين دي أو بي أو اي، الكلام ده كله مهم جدا جدا لأسناننا وصحتنا بشكل كبير جدا. الحفاظ على زيارة طبيب الأسنان كل 6 شهور هي أهم نقطة، لأنك حتى لو أنت غفلت عن أسنانك فطبيب الأسنان هيفكرك بالمشكلة اللي عندك، هيبدأ يعالج المشاكل اللي عندك بشكل سريع، مش هتحس بأي ضرر. وأرجوك لا تلجأ إلى بعض الإعلانات الخطأ اللي موجودة للأسف الشديد، إنك أنت تبدأ تضر أسنانك بفينير أو أشياء تجميلية ضرة ليك يعني أكتر ما تفيدك بكتير جدا. وشكرا جزيلا. مشكور يا دكتور محمود فوزي، شكرا على وجودك معنا اليوم. دكتور محمود فوزي طبيب أسنان بمستشفى الإمارات تخصص مدينة دبي الطبية، ما شاء الله عليك، يعني لميت الأمور العامة للأسنان والتدمير. يا رب نكون قدرنا نفيد المستمعين، يا رب نكون قدرنا نفيد. إن شاء الله أكيد، إن شاء الله أنا متأكدة، وإن شاء الله يكون بين لقاءات أخرى إن شاء الله مواضيع أخرى. يا رب إن شاء الله. أهلا بك. أهلا الله يسلمك يا رب. مستمعين الكرام، وصلنا معاكم اليوم لختام حلقتنا من برنامج اسأل طبيبك، نشكركم على متابعتكم الطيبة، وفي نهاية حلقتنا لهذا اليوم لكم تحيات فريق العمل من الإخراج على الهواء عبدالله المرزوقي، من التنسيق محمد عزام، ولكم تحياتي محدثتكم الدكتورة عبيد النقل من الإعداد والتقديم. موعدنا إن شاء الله بيجدد معاكم الخميس الجاي بحلقة جديدة بموضوع طبي جديد. حياكم الله، مع السلامة. اسأل طبيبك. اسأل طبيبك برنامج يعنى بتقديم الاستشارات الطبية ويجيب عن استفساراتكم الصحية. اسأل طبيبك.